مستمرين معكم المشاهدين اكيد بفقرتنا الاولى، اكيد بصبح على كل انضموا لنا بهذه الفقره. مشاهدينا رح نحكي عن برنامج دعم المجتمع المحلي سي اس بي الممول من قبل اليو اس ايد. لنحكي اكثر عن هذا الموضوع بصرنا استضيف معي بالاستوديو اليس عزار خبيره الدعم التقني وبلال الايوبي مدير مشاريع دعم المجتمع المحلي. بدي ارحب فيكم معنا اكيد اليس وبلال، اهلا وسهلا فيكم. اهلا فيك. بالبداية أكيد رح أبدأ معك بلال، ونحن كتير بهمنا والمشاهدين بهمون يعرفوا شو هو البرنامج وشو هي أهدافه. أكيد أول شيء شكرا على الاستضافة تمارا، ثانك يو كتير. برنامج دعم المجتمع المحلي الممول من قبل يو اس ايد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هو برنامج مدته 7 سنين، وقيمة البرنامج أو الميزانية تبع المشروع هي 100 مليون دولار. نعم. البرنامج حاليا صار له من 2018 عم يتنفذ بمناطق الشمال والبقاع والجنوب، ومستمر ومستمر لحديت سنة 2025 إن شاء الله. وبيتركز بالأساس على دعم الاسنشال سيرفيسز، يعني كل الخدمات الأساسية، وبنفس الوقت على مواضيع سبل العيش، كونه هلا بالوضع يعني العام بالبلد هذا الموضوع أساسي وأولوية للناس. وطبعا في عدة أمور كمان من الاستجابة الطارئة، يعني نحن مثلا بعد انفجار بيروت كان المشروع قدر يتحرك بسرعة، لأنه واحدة من الأمور اللي هو بيقدر يشتغل عليها كاستجابة طارئة أنه هو يتدخل بهيك أوضاع، أو مثلا كمان وقت الحرائق اللي صارت بالدامون لدعم المجتمع على الاستجابة السريعة. نعم، مثل ما بنعرف البرنامج بيشتغل بفور تكنيكال اريز، 4 مجالات فنيه اللي هن اكيد دايركت كوميونيتي سبورت وامبروف اكسس تو اسينشال سيرفيسز، اكيد عندنا الايكونوميك اوبورتونيتيز بالاضافه اكيد لغير مجالات رح تخبرنا عنهم اليس فيما بعد. بس رح نبدا معك اكيد بلال، اذا بتخبرنا اكثر عن الدعم المجتمعي المباشر لتحسين الوصول للخدمات الاساسيه والفرص الاقتصاديه اكيد بالبدايه. صحيح. سو يعني بالدرجة الأولى مثل ما بتعرف هلأ الوضع يعني خاصة بموضوع الخدمات العامة والخدمات الأساسية، عم نحكي كهرباء ومي وصرف صحي وغيره، صار بالبلد يعني هذا المواضيع طارئة جدا، وطبعا موضوع سبل العيش والوصول لأي فرص للاقتصادية للناس شباب وكمان نساء، هدول أولويات. وكون المشروع بيركز على او الطريقه اللي بنطلع فيها بالمشاريع هي طريقه تشاركيه جدا مع المجتمعات الشريكه، فبالتالي نحن بنركز على اولويات هذه المجتمعات، يعني مثلا بنقعد نحن وبلديه، نحن والناس الموجودين بهالمجتمعات، بنقول بندرس نحن وياهم الحاجات الاساسيه والاولويات تبعيتهم، وبنقول اوكي مثلا موضوع الكهرباء، موضوع الطاقه الشمسيه هلا خاصه مع يعني سوء خليني اقول الخدمه بالعموم، موضوع الكهرباء، الماي، صرف صحي، إدارة النفايات، كمان هيدي شغلة طارئة على البلديات وعم تشكل عبء كتير كبير. فكل هدول أول ما نقرر على واحدة من هدول المشاريع بنعمل الديزاين تبع هذا المشروع، بنصممه سوا نحن والمجتمع، وبصير تطبيقه بطريقة تشاركية. وهون كمان زميلتنا أليس رح تحكي بعد شوي على الدعم التقني اللي بيصير كمان لنضمن استمرارية وديمومة هذا الموضوع. حاليا في أكثر من 100 مشروع صاروا من 2018 لليوم، يعني عم يتنفذوا بأكثر من 150 يعني بلدية ومنطقة بلبنان، لأنه كمان عنا بمحلات معينة بنعمل شيء اسمه كلاستر، يعني من في مثلا مجموعة من البلديات تتشارك بمشكلة معينة، فنختار نحن وياهم مشروع، وبالتالي بيصير تنفيذه والاستفادة منه على صعيد منطقة مش بس على صعيد بلدية واحدة. نعم أكيد رح نرجع نحكي عن المجال الرابع أكيد اللي هو الـ Waste Water Management، وصل أكيد أتوجه لإلك أليس خبيرة الدعم التقني، وبدي تخبرينا أكيد عن الـ Direct Community Support to Improve Access to Essential Services and Economic Opportunities أكيد. يس، هلا مثل ما تفضل بلال وقال، نحن برنامج دعم المجتمع المحلي بنفذ مشاريع على الأرض وبيعمل مساعدة عينية. صحيح. لننفذ هذه المشاريع عندنا شركاء. شركائنا فيهم يكونوا بلديات، جمعيات، تعاونيات، أم حتى اتحاد بلديات.
الهدف الأساسي من الدعم التقني هي أنه نحصن هودي الشركة تبعنا، نعطيهم كل المعرفة اللازمة، كل التدريبات، كل المهارات، كل الأدوات ليقدروا يحافظوا على هذا المشروع اللي نحن عم نعطيناه مع هالمعدات، ونأمن استدامتها واستمراريتها، لأنه في استثمارات بالنتيجة عم تنعمل بالمجتمعات المحلية، ونحن بهمنا نحافظ عليها. ما بدنا نوصل بعد سنة أم سنتين وهيدي المساعدات ما بقى لها طعمة أو ما بقى لها قيمة. هلأ مثل ما تفضل بلال وقال نحن مشاريعنا متعددة، بما أنه متعددة الدعم التقني أم المواضيع المطرحة بالدعم التقني كمان متشعبة كتير. أهم شيء كل حدا أخذ من عنا معدات نحن مندربه على صيانة الاستباقية لها لنأمن أنه هيدي المعدات مستمرة وعم تستعمل بطريقة صحيحة، على كيفية تشغيلها، وكمان منركز على سلامة الأشخاص هني وعم بيشغلوا هيدي المكانات. هيدا موضوع أساسي بالنسبة لنا، وهيدي الشركة مش بس منحصنها مشان تدير هالمشاريع تتأمن استدامتها، كمان منعمل يعني منبني المؤسسة كمؤسسة، يعني منشتغل كتير على الإدارة المالية لنتأكد أنه المشاريع عم تندار بطريقة شفافة وفي رقابة داخلية مهمة. هيدا الشيء كتير مهم بالنسبة لنا. منشتغل على التدريب على التواصل الاجتماعي، على الأمور الزراعية بحسب حاجة المشروع. نعم. هلا كلنا بنعرف انه اذا دربنا شخص مش يعني صار يعرف يروح وصار يعرف ينفذ بطريقه صح، عشان هيك نحن بنروح اكثر من التدريب. كل تدريب بنعطيه بيكون في مرافق له دليل ارشادي، هذا الدليل بيكون بين ايدين الاشخاص اللي تدربوا، بيكون عم بيرجعوا له هنا عم بيشتغلوا على الارض اذا عندهم حيلا سؤال ام حيلا استفسار. وعندنا كمان موظفين ميدانيين بيكونوا عم بيزوروهم بطريقه شهريه ودوريه على الارض ليتاكدوا انه المشاريع عم تندار بطريقه صحيحه، عم تحقق اهدافها وعم تستمر ومستدامه، واهم شيء عم نفيد اكبر عدد من هالاشخاص على الارض ام بالمجتمعات تبعنا. نعم. هيدي كتدريب كهدف أساسي يلي هو تأمين استدامة هالاستثمارات الموجودة على الأرض. بس مثل ما تفضلت وقلت عنا هدف تاني يلي هو تحسين الفرص الاقتصادية. صحيح. وهون كتير اشتغلنا مع تعاونيات، منهم تعاونية جديدة الأيتي وفنيدق بمنطقة الشمال. اشتغلنا معهم أول شيء على تحسين جودة المنتج، عملنا كتير تدريبات بتتعلق بالسلامة الغذائية، كيف يقدموا هالمنتج لهالأشخاص لحتى يصير عندهم سقفي. لا إذا أنت رحت على السوبر ماركت بدك تشوفي كل شيء موجود بقلبه لحتى تقدر تشتري هالمنتج. كمان رحنا أبعد، اشتغلنا نحن وياهم على التسويق، ربطناهم بالأسواق التجارية. أول مرة فنيدق قدرت فوتت المنتجات تبعها على سوبر ماركت، وأول مرة بمساعدة برنامج دعم المجتمع المحلي وبسبب كل هالتدريبات اللي صارت قدروا بال 2022 باعوا كل المنتجات تبعهم. نعم. هيدا إس سكسس ستوري نحن كتير فخورين فيها، بهيك ظروف وبهيك أوضاع. أكيد رح أرجع أسألكم عن الصعوبات اللي واجهتكم، بس خلينا نحكي مع بلال بالمجال الرابع اللي هو أكيد إدارة مياه الصرف الصحي، إذا بتخبرنا أكثر. صحيح. واحدة من برامج برنامج دعم المجتمع المحلي هو إدارة الصرف الصحي، يلي هو كمان يعني واحدة من أبرز المشاكل اللي عم تواجه كتير من المناطق تبع لبنان. وبهالمشروع في ست يعني مشاريع رح تكون عم تتقدم. نعم. يا أما خلق محطات تكرير يا أما تأهيل محطات تكرير موجودة لتكون فعليا عم تساعد مش بس النفايات على تكرير النفايات المنزلية ولكن كمان الصناعية، لأنه بنعرف أنه بكتير من المحلات في مصانع للأسف يعني عم تكون منا قادرة تكون عم يعني مثل ما بيقولوا عم هي تدير بشكل مباشر هذا الملف. وبالتالي حتى بعمل مع جمعية الصناعيين عم نجرب نحفزهم انه هن يكونوا عم يختاروا سبل معينة تساعد وتخفف يعني من وطئة الامر، لانه مش منشوف نحن كل فترة كل سنة كل هذا في كارثة يا اما بنهر يا اما بالطبيعة يعني بمحلات معينة. فبالتالي هذا واحدة من اهم الامور اللي عم نركز عليها المشروع. نعم. أليس أكيد خلال السنوات منذ الانطلاق بال 2018 مثل ما بنعرف بلش البرنامج، ب 2019 بلشت الأوضاع الاقتصادية بلبنان أكيد تدهور. بدي أسمع من حضرتك شو هي الصعوبات اللي واجهتكم أكيد بتطبيق مشاريع البرنامج.
هلا اكيد كدعم تقني الصعوبات هي انه نحن بس بدنا ندرب حدا، بدنا ننزل على الارض، بدنا نكون عم نشتغل معه. فكتير بمحلات صار في تسكير للطرقات، ام كمان صار في عنا ازمه البنزين، صار في كتير عنا نحن بالنتيجه عم نشتغل بالمجتمعات اللي هي وضع صعب. يعني نحن كمان ما فيهم يدفعوا مصاري لحتى كمان يجوا على بيروت مشان يكونوا عم بيحصلوا على هاي التدريبات. مشان هيك كتير اشتغلنا اونلاين تريننجز، ركزنا كتير على هذا الموضوع ودربنا كل مقدمي الخدمات من عنا كمان كيف يكونوا عم بيعملوا هالأونلاين تريننج أم التدريب من خلال الكمبيوتر لحتى نوصل إذا بدك هالمعلومات بذات الجودة اللي نحنا منشتغل فيها على الأرض. كمان أكثر من هيك حصلنا الموظفين الميدانيين عنا بأدوات إن كان بروجيكتر ولا هيك، كمان فيهم بيضاينوا أكثر يعني بلا بطارية وبلا شيء. وجربنا كمان أمن الأكويبمنت بسولر. يعني مثلنا مثل كل حال البلد، يعني كل ما عم نلاقي صعوبة نحن وهن عم نجرب قد ما فينا ونضلنا مستمرين، لأنه بالنتيجة المجتمعات هي عايزة كتير مساعدات. ونحن إذا نحن ما ساعدنا، يعني إذا الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عندها كذا مشروع بلبنان وعم يعني عم بتساعد بكذا قطاع، يعني جربنا قد ما فينا نضلنا مستمرين والحمد لله يعني قدرنا وصلنا. وكل هالنجاحات اللي عم بخبرك عنها، يعني نحن يعني هول السنتين كان اجمالا لوك داون والناس قاعده ببيوتها وقدرنا نستمر وقدرنا يعني اكيد يعطيكم الف عافيه. بنهايه حلقتنا اكيد بلال بدي اتوجه لك بكونك مدير برنامج الدعم المحلي، بدي تخبرنا شو اهميته وشو قدرتوا تقدموا بتطوير المجتمع خاصه بظل الظروف الاستثنائيه اللي عم نعيشها بلبنان. تعرفي واحدة من الأشياء اللي هيك بتبين لنا الأهمية هو أوقات تجاوب المجتمعات. نعم. يعني بمحل أنا اليوم لما أشوف أنه بدار الأحمر وبحصرون وبعلم الشعب وبحصبية وبكتير من المناطق هالبلديات الشريكة عم تجي تقدم بظل هالظروف الصعبة جدا، يعني واللي كنا بنعرفها وما بتخفى أحد، عم تجي تقدم شقفة أرض ولا عم تقدم مساعدة مثلا حتى بالديزاين تبع المشاريع. نعم. نجي بتعطينا هيك مثل إشارة لقديش الناس حاسة بأهمية المشروع. فهذه واحدة من الأمور اللي نحنا أول شيء بدي أتشكر البلدية وفعلا يعني كل الشركاء اللي عم يكونوا على الأرض عم ينافسوا أنه هن إيدهم كمان معنا. يعني يمكن اليوم التقدمة اللي عم تكون من الشعب الأمريكي لهالمجتمعات المضيفة هي أساس لأنه نحرك ونعمل هالخدمات، ولكن كمان بالمقابل فيها هالتلقف وهالمساعدة بالديزاين وبالإمبليمنتيشن بكتير من الأمور. وبالنهاية رح يكون إن شاء الله نقدر نوصل يعني مثل أهدافنا حاليا والطريق اللي مشينا عليه، إنه رح يكون في أكثر من مليون مقيم بلبنان، يعني لبناني عم يستفيدوا من هالخدمات. مشروع مستمر ل 2025 صحيح. وهذا كمان يعني رقم منه صغير، إنه نقدر نوصل لمليون لبناني بخدمات متعددة مثل ما كنا عم نقول. يعني نعم أليس عزار وبلال أيوب، أنا بدي أشكركم ولكم يعطيكم ألف عافية على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها تحاولوا تنهضوا بالمجتمع بظل الظروف الصعبة اللي عم نعيشها. شكرا لحضوركم معنا اليوم. مرسي كلك سو إسلام. مشاهدينا أكيد يعني إحنا مستمرين بفقرتنا الثانية بعد الفاصل.